متى حدث الصلب؟ عجيب عجيب أن يحدث صلب المسيح في عيد اسمه عيد الفصح. وعيد الفصح واحد من الأعياد الرئيسية الثلاثة التي كان على كل اليهود في كل العالم يأتوا إلى أورشليم في هذا التوقيت، ويعتبر أهم عيد من الأعياد الأخرى يعني. بالضبط كده، مش اعتباطا طبعا لأن المسيح هو فصحنا فمات في عيد الفصح، لكن أيضا لكي يكون هناك أكثر عدد من الشهود من كل مكان يشاهدوا عمل الصليب، مليون أحداث شخص الصليب. مليون شخص بيكون في الأحداث هاي. وعند الصليب كان حضور هناك رؤساء الكهنة وكان الكتبة واقفون عند الصليب يباشرون موت الصليب طبعا بشماتة، فهناك شهود كثيرة. الأمم اليهود الراجعين أو الزوار من كل مكان في العالم واللي رجعوا بعد كده تكلموا عن حادثة الصليب. وكان المكان الذي يصلب فيه المسيح أو صلب فيه المسيح هو مكان خارج المدينة، خارج مدينة أورشليم، فالذاهبون والراجعون من هذه المدينة تتميما لما جاء في مراثي أرمية: تطلعوا وانظروا إلي يا عابر الطريق، هل حزن مثل حزني؟ إذن مات المسيح في عيد الفصح من أهم الأعياد اليهودية ليكون هناك أكبر عدد من الشهود يكون شهودا على حادثة الصليب.